القضية الثانية الآن، المحور الثاني، لا هو لما بيتكلم داخل الحكم الشرعي لا يخاطب الإنسان كعقل فقط، لا يعطيه الأوامر مجردة افعل ولا تفعل فقط، ولكن يخاطب الإنسان بكله بمشاعره. فالإنسان كما قلت معقد جدا ومتداخل، ويعني محاولة تحليل مشاعر الإنسان المختلفة، فلان بيحركه شعور الرجاء، وفلان الخوف، وفلان الأمل، وده الفضول وده الطموح، مجموعة مختلفة جدا من المشاعر. القرآن بيدمج بين كل هذه الخطابات أثناء، حتى أثناء الحديث في الحكم الشرعي، مش قبل الحديث عن الحكم الشرعي، أثناء الحديث عن الحكم الشرعي القرآن بيتكلم بطريقة مركبة مركزة تخاطب جميع مشاعر الإنسان في في نفس الوقت. طب وكأن، والله أعلم، أنا عايز أضرب لكم مثال يصور الفكرة اللي أنا عايز أقولها. تخيل لو أن نفس الإنسان اللي أنت بتخاطبه، تخيل كأنها مجسدة أمامك الآن في صورة دائرية مثلا، وعلى سطح هذه الدائرة مجموعة مختلفة متنوعة من المستقبلات الحسية، أو مجموعة من الزراير، أو مجموعة، يعني تخيل كده مجموعة قدامك، من إنك تضغط عليها زرار كده تضغط عليه يحدث تغييرا في هذه النفس. تخيل، وكل زر من هذه الزراير اللي على النفس، تخيل، عايز أضرب لك بس المثال، دايرة كده عليها مجموعة من المستقبلات، زراير كده بتضغط عليها، كل زر بتضغط عليه بيحدث تغييرا في هذه النفس. زر مثلا زرار الخوف، الرجاء، الأمل، الطموح، المشاعر، الشوق، الحب. القرآن أحاط بالنفس البشرية، القرآن أحاط بالنفس، فالقرآن بيضغط على كل هذه الأمور، فالقرآن بيضغط على كل مشاعر الإنسان، بيجعل الإنسان إنه يستسلم، بيصل إلى مرحلة إنه يقول كاد قلبي أن يطير. ده اللي زي ما كان إبراهيم السكران بيتكلم في مقال سطوة القرآن، انه زي ما ربنا بيقول في سورة الإسراء ان ربك احاط بالناس، فكذلك الله سبحانه وتعالى احاط، هو المحيط بالنفس ويعلم الامور اللي بتؤثر فيها، والله تكلم بهذا الكلام، فيخاطب في النفس ضعفها، يخاطب طموحها، يخاطب املها، يخاطب هذه الامور اثناء الحديث عن الحكم الشرعي. ويدمج القرآن، بيدمج في الكلام عن الاحكام، عن افعل ولا تفعل، يدمج في الكلام الوعظ، فلا يكون الحكم خاليا من الوعظ، ولا يكون الوعظ خاليا من الحكم. وده كان معنى استغراب بعض المفسرين بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أنا أذكر إن الإمام الرازي لما توقف عند الآية وغيره، وكان سأل كيف يفعلون الوعظ، مش هو المفروض ان الوعظ ده شيء الانسان بيسمعه، كيف يفعلون الوعظ؟ فقال: وانما سمي هذا التكليف في السياق ده تحديدا وعظا، لان، شوف الكلام، لان تكاليف الله تعالى مقرونه بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب والثواب والعقاب، وما كان كذلك فيسمى وعظا. انا عايز بس التقط منه كلمه، لأن هو أيضا التقط المعنى ده: لأن تكاليف الله مقرونة بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب والثواب والعقاب. وده المعنى المحور الثاني، إن الخطاب للحكم الشرعي مدمج معه الوعظ،